احنا منتخبين من مناطقنا. انتم متهمين مجرد مهاجمه 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 الى ان حلوا اتحاد الجماهير. حقيقه غائبه كما الحلول تماما غائبه. انت كوزير صرحت ان الاسعار سوف تنخفض، تعال يا وزير طبق تصريحك. وزاره التجاره ان التجار اكبر منها. الجهات الحكوميه صراحه يعني في ثبات عميق، لم تقم بدورها المنوطه بها. الجمعيه معتمده اعتماد كلي على التاجر، ليش اواجه التاجر؟ ليش ما اقعد معه؟ ماني شايف في حل. وزير التجاره قال لك احنا دوله راسماليه. ان وزير التجاره ما يقدر يقول لك انا دوله اقتصاديه وبشيل ايدي. يتحكم في سلعة؟ يتحكم في سلعة وبسببه أصبح في غلاء أسعار في الكويت. نعم هذا شيء واضح، هذا شيء واضح وملموس عند الناس كلها، وحنا نعانيه فعلا، نعانيه من غلاء الأسعار. هل أنتوا خدتوا موقف؟ موقفنا نحن رفضنا شركات عديدة. وانت لك مد تعاوني في أحد الجمعيات؟ نعم احنا رفضنا ونطبق قانون التجارة ما يزيد عن 10% غلاء الأسعار، إذا زاد عن 10% لابد يخطرنا بكتاب من وزارة التجارة عن هذه الزيادة. حنا نقول أن الإخوان التجار يعني فيهم نوع من 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 الاستغلال، استغلال لأي حادثة تحصل في المجتمع الدولي ولا المجتمع المحلي، على طول في غلاء في أسعار، استغلال موقف لمصالح الخاصة. يعني في أمور كثيرة. لمصلحة من؟ مصلحته هو بالله، في إيراد عنده. أنا لما أبيع سلعة بسعر أغلى من من ما يكون أرخص فأنا مستفيد. ولكن أنت تساعده. إحنا ما نساعد، إحنا نمنع. أنا أمنع. بتمنع لفترة. أمنع لفترة. بعد كده تقبل. أنا ما أقبل نهائيا، ولكن غيري يقبل. وغيري يقبل، فبالتالي يعني في ناس تقبل. في ناس تقبل وفي ناس ما تقبل. المجتمع مختلف، فئات معينة. مستحيل الكل يوافق او الكل يعارض، كل يرى، كل له وجهه نظر في الامر هذا، فكل يحسب له امر معين. لكن احنا نتحدث بشفافيه، نتحدث بمنطلق واحد وهو مبدا غلاء الاسعار. اذا ما كان من المنشا بلد، ليش تاجر من بلد المنشا؟ ليش تاجر ترفعه؟ ليش تاجر تبي تستحوذ على قطاع معين؟ ولكن التاجر، ليش تاجر تبي يعني تاخذ جزء معين من الدولة؟ شاهدنا معكم حراك تعاوني وخلاف بين رؤساء مجالس إدارات الشركات ورؤساء الاتحاد، وضعنا وجهتي النظر على المشاهد وللمشاهد الحكم، ولكن الكويت بشكل خاص تعتمد على القطاع النفطي كصناعة فريدة. وقال هارد توني هارت رئيس مجلس إدارة شركة بي بي البريطانية، وهي أكبر شركات النفط على مستوى العالم، أن الاحتياطات النفطية في كل دول العالم لابد أن يكون فيها إفصاح وشفافية. تحدثنا كثيرا وتعاملنا مع القطاع بشفافية، وكان لنا أن نقول أن القطاع النفطي قطاع مؤمن وحصين وله أسراره وله ميوله وله شخصانيته، وأكدنا هذا في لقاءاتنا إن كان مع رئيس مؤسسة البترول السيد سعد الشويب الرئيس السابق، أو رؤساء مجالس إدارات الشركات التابعة لمؤسسة البترول. البعض رفض أن هناك نفط واحتياطات نفطية عالية ولا يوجد نضوب، والبعض الآخر قال أن الصناعات التحويلية على النفط ضرورة هامة ولا بد منها. تعالوا معنا نشوف هم قالوا لنا إيه.
عزيزي المشاهد، انتقلنا من شركة النفط المقر الرئيسي إلى حقل البرقان، فمن منا لا يعرف قيمة الذهب الأسود؟ من منا لم يعرف أن هذا الذهب يحتاج رجال وسواعد للبحث عنه والتنقيب لاستخراجه من تحت الأرض؟ تعالوا بينا نشوف إيه اللي بيحصل وراء النفط. مهندس احمد محمد ابراهيم، مهندس حفر وتطوير الابار. يا مرحبا بك يا حبيبي. بس مهندس، يعني احنا سعدنا بوجودنا معاكم في حفر البرقان من اليوم، والحقيقه حقل البرقان من الحقول القديمه، وبعض الناس تقول عليها الحقول العجوزه. هل فعلا يعني في مصاعب بتواجهكم في الحفر والتنقيب، ولا فعلا بتلاقوا المساله سهله؟ الناس ما هيش يعني عايزه تعرف. بسم الله الرحمن الرحيم. أحب أتكلم بداية عن وظيفة مهندس الحفر. مهندس الحفر هو الشخص الأول في هذا المكان في الرق، وهو اللي مسؤول عن سلامة جميع الكرو، هو اللي يعطيهم سيفتي ميتينجز، وشيء أكيد هو لازم يحافظ على نفسه. هذا بالنسبة حق السيفتي. احنا أول مهندس قبل لا نصير والله مهندسين حفر، ما أي من تواني متخرج من الجامعة يلا تعال على طول أنت مهندس حفر، لا. مرينا بدورات سيفتي، مرينا بدورات لغة، مرينا بدورات أوبريشن. السؤال هنا مهم، هل أحيانا بتحفروا في مكان وما يطلعش المكان ده فيه نفط، وتنقلوا على أماكن أخرى وأماكن أخرى وأماكن أخرى؟ لا يعني هو لما ولا في جسات الأول ولا لا؟ إحنا قبل لا نحفر في قسم مسؤول عن الاستكشاف يقول لنا ان الموقع الفيلد ديفلوبمنت يقولون ان الموقع في نفط. فاحنا نجيب كمجموعه حفر التطوير اني نحفر هذا البير. فما هي احنا والله ايش رايكم نروح ذاك الصوب عشان نحفر ولا ذاك الصوب؟ ما هي يعني هي دراسات، ما هي خلط لزق، يعني هي دراسات علميه. الدراسات العلمية دي بتتبنى على أساس إن في ناس قبلكم بتشتغل بفترات كبيرة. نعم صح؟ صح، في ناس يعني قسم خاص يستكشف وين الأماكن اللي فيها نفط، بعدين تتحدد المواقع. بالتالي بعد ذلك إحنا نجي دورنا. أحياناً في فترة صعوبات بالنسبة لكم؟ من أي ناحية؟ يعني صعوبات في 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 الحفر، صعوبات في التدريب، صعوبات في التطوير، صعوبات في في إصلاح بعض الآبار. احنا الحمد لله بنتكلم نقطه نقطه عشان ما انسى شيء. كتدريب وك يعني تطوير اشخاصنا، احنا الحمد لله كشركه نفط الكويت، يعني انا افتخر اني مهندس في شركه نفط الكويت، لانها تضاهي وتساوي الشركات العالميه بحيث الاهتمام بالموظف، الاهتمام برعايته، والحرص على يعني السيفتي عندنا وايد عالي. انزين يعني انت كمهندس لو جالك عرض من شركه اجنبيه، عرض حلو، هتسيب نفط الكويت؟ ما راح اسيب نفط الكويت، والله ما راح اسيب نفط الكويت. يعني سهل اروح للشركات الثانيه ويبوننا يعني، بس والله انت بتدور على الوطن والوطن قبل الخبرات الاجنبيه وقبل الشركات الاجنبيه والراتب العاليه والاغراءات. لا لا، هي مو سالفه راتب عاليه واغراءات، هي هنيك احنا قاعد نشتغل بشركه نقل الكويت. اول شيء قاعد يعني قاعد ناثر ونساعد في اقتصاد الكويت اللي يعتمد على النفط. تمام. اثنين، احنا هنا في شركه نفط الكويت يعني في رعايه وفي تقدير للي يتعب واللي يبذل موجود. انت كشاب وما زلت لسه في مقتبل العمر. نعم. مش عجوز بقى يعني لسه لسه. هل انت في الفتره دي تنصح الشباب الكويتي بايه؟ انصح الشباب الكويتي لما انت سايب الديره وسايب العمار وسايب الناس وقاعد في الصحراء، بتقول للناس ايه؟ اللي هم قاعدين في 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 العمار وزعلانين. ان شاء الله ماكو حد زعلان، بس يعني رساله اوجهها حق كل كويتي يحب ارضه ويحب هالوطن. الكويت قاعد تعطينا من دمها،
وهذه الآبار اللي قاعد نشوفها يعني قاعد نحفر برضه الكويت قاعد طلع لنا نفط اللي قاعدين يعني ناخذ معاشاتنا وناكل عيشنا والله يحميها ويحفظنا. فأتمنى من كل واحد وكل مواطن كويتي إنه يرعى هالشيء هذا وكل شاب يقدم لهذا البلد اللي قاعد يعطيه من قلبه. يعني إحنا وإحنا طبعين إحنا عاد نتكلم في السيفتي وتكلم في الأمان والكوزة ونتكلم في الحذاء وتكلم في كذا كل احتياطات دي أنت بتعملها كل يوم. نعم. كل ساعة وكل دقيقة. صحيح. عشان تحافظ على نفسك وعلى الناس اللي معاك. النهاردة لما يشوف المشاهد وهو شاب كويتي ونشوف ان احنا كتلفزيون الشاهد برنامج حكي بزنس انزلنا لمواقع النفط عشان نحاول نبرز للناس اللي ما وراء النفط في رجال. صحيح. في ناس بتشتغل النفط ده ما هو احنا صعبنا لقيناه محطوط في حوشه كده وخدناه ومشينا. لا في ناس بتتعب وناس بتحفر وناس بتنقب وناس بتعمل صيانه وناس بتدخل في ابار وفي وراء النفط رجال سواعد سواعد. احنا عايزين نقول النهارده ايه الصعوبات اللي بتواجهك انت كشاب في المرحله دي برغم انك انت سايب بيتك وسايب اسرتك وسايب واحد هنا بتشتغل في شركه نفط. اي نعم. الحمد لله العظيم يعني الحمد لله والله العظيم ان من كثر الرعايه والاهتمام بالشركه كل الصعوبات دللوها لنا. احنا لما نيهني مثلا لك شاليه خاص غرفتك الخاصه مزايا. الوجبات الخاصة بدوك مزايا. اي نعم. طيب اللي احنا واقفين عليها دي تقدر تقول لنا هذا الرق نعرف بس هي وظيفتها ايه الباشمهندس حقيقة. هذا الرق طبعا يسمونه برج الحفر. فيها وايد اجزاء يعني لو نقعد يمكن ايام ما راح نخلص الاجزاء اللي موجودة هنا وكل واحدة شنو تسوي. تمام. مثلا على سبيل المثال هذه الكراون بلوك هي اللي ترفع وتنزل التولز عموما سواء كان كيسين مدة حفر البير تاخذ كم؟ اذا كان ورك اوفر تقريبا اسبوع الى 10 ايام. يعتمد احيانا التربه بتختلف يعني طبيعي حسب المكان يعني هي التربه سبحان الله كانت صخريه او كانت هو يعني هو سبحان الله شلون الله يعني بيرزق عباده ان التربه فيها طبقات كل طبقة تختلف عن الثانية وفيها نفس حاجز بسيط. طب النفط تحت الطبقة النية عشان اعرف بس اروح له تحت الطبقة النية النفط موجود بأكثر من طبقة عرفت؟ السابعة ولا السادسة ولا لا 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 ما مو كذي يعني ما تقتصر كذي حسب شلون تشكل شلون تشكل اللي يسميه الريزرفوار شلون تشكل المكمن هذا عاد انت تروح على المكمن هذا يعني مثلا في الشمال في مناطق يعني عمق بسيط وفي مناطق عمق عالي بالضبط حسب العمق حسب العمق. ما تيجي يا باشمهندس نروح مكان ثاني ونشوف ونور المشاهدين موقع ثاني. تعال تفضل. هي شراح مهندسة حفر في أوسي. أهلا وسهلا بك. باشمهندسة المرأة دائما نعومة وقليلا ما نجدها في مواقع شقة. أنت مش بتلاقي في مشقة في وجودتي وسط العمال الحفر ووسط يعني ما نجد حاليا أو قليلا ما نجد إن المرأة تكون موجودة في مواقع زي كده. اي اكيد طبعا اكيد الواحد يواجه صعوبات في الموضوع من البدايه يعني خصوصا بدايه موضوع اول ما الواحد يدش قسم الحفر وقليل ما تسمع ان في بنات بهالقسم يصير تخوف من البدايه. يقولوا لك اول شيء انه بيودونك الحقل وبتشوف هناك وفي مخاطر وكذي بس مع الدورات اللي يعطونك اياها قبل لا تجي الحقل ترتاح نفسيا يعني ان في سيفتي حق الكل سواء المرأة ولا الرجل. تام يعني ولما أول مرة يجيبونك إياه طبعا يصير في كمية كبيرة من المهندسين.